اليوم احنا في دورة تكوينية لفائدة حوالي 30 فاعلة جمعوية في 6 ديال الجهات، من جهة تادلا إلى جهة طنجة تطوان، اللي كتمثل واحد حوالي 35 إقليم. الهدف هو تقوية القدرات ديال الفاعلات الجمعويات لتقنية التواصل وكسب التأييد، على أساس أن نأهلوا الفاعل الجمعوي المنتمي لحزب الاستقلال باش يتعاون مع النساء المرشحات اللي غيترشحوا في الانتخابات، سواء كانت المحلية أو الإقليمية أو الجهوية، باش يكون واحد التعاون واحد التآزر بين الجمعوي والسياسي، باش نحققوا واحد الطفرة في التمثيلية ديال النساء في إطار المناصفة. هاد الورشة وهاد الدورة التكوينية بشراكة مع الانديال، المعهد الديمقراطي للشؤون الدولية بالرباط، اللي غيدوم يومين نهار 28/29، واللي غنركزوا فيه على تقنية التواصل. وكنعرفوا ان العمل الجمعوي هو مشتل اللي كيقوي الشأن المحلي وكيقوي العمل السياسي، فاللي داز من العمل الجمعوي كتكون عنده تجربه وكتكون عنده واحد الحنكه واللي تسير الشأن المحلي بحكمه. لذلك غادي هذه المحطه الاولى، وغنديروا ان شاء الله اخرى محطات اخرى بالنسبه للاقاليم الجنوبيه في برنامج اخر. وكنشكروا كل من ساهم في هذا انشاء هذه الورشه، لا في قياده الحزب ولا في المعهد الجمهوري اللي تبنى هذه الفكره، كل ذلك في اطار تحقيق المناصفه اللي يدعو اليها حزب الاستقلال، ويعمل من اجل ترسيخها وتحقيقها في هياكله. المناصفه التي نزل بها دستور 2011 لم يقم بتفعيلها سيدنا الوزير المحترم وزير الحكومه، لكن الامين العام الاخ حميد شباط سيقوم باجراءه هذه المناصفه من خلال عمله اليومي على المراه وعلى النساء الاستقلاليات، سواء في عملهما السياسي او الجمعوي. هذا التكوين سيكون قيمه مضافه بالنسبه لنا كجمعيات وكسياسيات من اقصى الجنوب الى ادناها. ممتنه نشتغل مع الانديهاي للمره الثانيه، اشتغلنا المره الاولى في تهيئ دليل لفائده دليل الاسره لفائده المستفيدات من دورة محو الاميه، وهاد المره تنستافدوا من الدوره التكوينيه ديال التهيئ للترشح. شكرا جزيلا، وكنتمنوا اننا نستافدوا جميع. بالنسبه للتكوين، انسان كيكتسب مجموعه من المهارات ومجموعه من يعني كي ينمي قدراته القدرات، لا بالنسبه للتواصل، المشاكل فين واقعه في هذاك التواصل السلبي